الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال حافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب تأكيد وجوب الزكاة وبين فضلها، قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه. وهذا الحديث حديث ابن عباس حديث عظيم، وفيه فوائد كثيرة وأحكام كثيرة تكلم عليه أهل العلم بإسهاب، وذكروا منه أحكاما كثيرة، ونذكر شيئا من هذا. أولا، من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة إلى الله عز وجل في الأمصار وفي الأقطار وفي البلدان حتى يبلغوا دعوة الله عز وجل، وهذه من الواجبات على ولي الأمر أنه يعين من يقوم على الدعوة وعلى الإفتاء وعلى دلالة الناس على الخير. فهذه من الواجبات التي يجب على ولي الأمر أن يقوم بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والفائدة الثانية أن الذين يبعثون إلى الدعوة إلى الله لا بد أن يكونوا علماء، أما أن يبعث الجهال أو أن يخرج إلى الدعوة إلى الله الجهال كما تفعله اليوم بعض الجماعات البدعية، يخرج جاهلا لا يعرف من الدين إلا قليلا، ويخرج يدعو إلى الله عز وجل في الأماكن البعيدة ويواجه من عندهم الشبهات، وبعد ذلك يضر الإسلام أكثر مما ينفعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث بعث معاذا رضي الله عنه، ولم يبعث أي واحد من الصحابة، لم يبعث حديث عهد بإسلام، وإنما بعث معاذا. ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم الناس بالحلال والحرام. فانظر، بعث معاذا أعلم الناس بالحلال والحرام حتى تكون دعوته على بصيرة. والفائدة الثالثة في هذا الحديث، وقد جاءت في حديث في رواية أخرى، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني عندهم علم، عندهم حجة، يعني استعد لهم. وهذا فيه أهمية معرفة حال المدعوين، اعرف من تدعوهم. فدعوة اليهود ليست كدعوة النصارى، ودعوة النصارى ليست كدعوة البوذيين، وليست كدعوة الهندوس ولا غير ذلك. المهم، إذا ذهبت تدعو إلى الله عز وجل لابد أن تعرف من تدعو، اعرف حججهم، اعرف ما يتكلمون به وما يعارضون به، حتى تستطيع أن ترد على ما يعارضون به من الأدلة التي تأتي بها، فتكون على بينة وعلى علم وعلى بصيرة. فهذه من الأمور المهمة في الدعوة، هذا منهاج للداعي إلى الله. الفائدة الرابعة في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أدعهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن أول ما يدعى إليه التوحيد، هذا هو سبيل الأنبياء والمرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل نبي يقول للأنبياء، يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا يبين لنا ما يفعل اليوم بعض الجماعات البدعية والحزبية، يدعون إلى مكارم الأخلاق، إلى فضائل الأعمال، وتجد هؤلاء الذين يدعونهم تجدهم يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، يستغيثون بغير الله، دعوت إلى الصلاة، إلى الصدقة، إلى غير ذلك من الأعمال،
هو يشرك بالله ماذا تنفع لو صلى لو صام لو تصدق؟ ما ينفع شيء. فتجد بعضهم قد رأينا هذا في وسائل الإعلام الحديثة يخطب خطبة في مسجد في ضريح، يخطب خطبة عن الصلاة وعلى أهمية الصلاة، ما تنفعهم صلاتهم وهم يعبدون غير الله. المسجد الذي تخطب فيه في ضريح يعبد من دون الله، فإما أن تبين التوحيد وإلا لا تدعو، ما ينفعهم، هذا غش. تدعوهم إلى الصلاة والصيام وغير ذلك من العبادات وهم يعبدون غير الله، ماذا ينفعهم؟ ما ينفعهم شيء. إذن هذا غش وهذا جهل، ومن سلك هذا الطريق فقد ضل السبيل. فأول ما يدعى به ويدعى إليه هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن أجابوا لذلك واستقاموا على التوحيد نبدأ نعلمهم بقية الفرائض، وأهم الفرائض كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإنهم أطاعوا لذلك للتوحيد فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن أهم الفرائض بعد التوحيد وأهم ما يهتم به المسلم في حياته حتى يلقى الله هذه الصلاة، ولذلك هي الركن الوحيد الذي جاء التصريح بأن تاركه كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. البينية هنا بينية بين من ومن؟ بين المشركين والمسلمين، يعني مفارقة. فلذلك بعد التوحيد مباشرة الصلاة، ولذلك من امتنع عن الصلاة يقاتل قتال المرتدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعرف هذه القرية مسلمة أو غير مسلمة انتظر إلى وقت الأذان، فإن أذنوا لم يقاتلهم، فإن لم يؤذنوا غار عليهم. إذن الفارق بين الإسلام وبين الكفر هذا الشعار لا إله إلا الله وشعار الأذان وهو الصلاة. ثم قال فإنهم أطاعوا لذلك يعني صلوا فأعلمهم، وهذا الشاهد لهذا الباب، فأعلمهم أن الله قد افترض أن الله افترض عليهم صدقة. الصدقة هنا المراد الزكاة، صدقة الواجبة، قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي الصدقة الواجبة الزكاة. فأعلمهم أن الله قد أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، متفق عليه. هنا في هذا الحديث قد تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. الغني في باب الزكاة ليس الغني الذي عنده الأموال الطائلة، الغنى كل باب بحسبه. فالغنى في باب الزكاة من ملك النصاب، من ملك النصاب فأكثر فهو غني، يجب عليه أن يخرج الزكاة. والنصاب يختلف من وقت إلى وقت، من زمان إلى زمان، يعني في وقتنا ترى النصاب قليل، بعض الناس ما يعلم يعني نصاب الزكاة في المال في النقود، لأن المال يعم الغنم وبهيمة الأنعام، يعم الخارج من الأرض، يعم النقود، عروض التجارة كلها داخلة في المال. لكن النقود التي يملكها اليوم أكثر الناس يبلغ النصاب يعني تقريبا من 1250، يعني من ملك هذا المبلغ وزاد عليه ومر عليه حول فتجب عليه الزكاة. فبعض الناس يظن أن الغني هو من عنده الأموال الطائلة، لا، الغني في باب الزكاة من ملك النصاب وحال عليه الحول. ومما يستفاد من هذا الحديث قال تؤخذ من الأغنياء من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هنا ترد على فقرائهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفا من الأصناف، وليس هنا المراد الحصر، لأن الأصناف 8، إنما كما قال سبحانه وتعالى الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها وإلى آخر الأصناف 8، وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والغارمين، الأصناف 8. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الفقراء صنفا من 8 لأنهم أحق بهذا المال، الفقراء أحق وأولى، ولذلك بدأ الله بهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فأولى الناس بالزكاة الفقراء والمساكين، ثم تأتي بقية الأصناف. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فيها إشارة، لأن أولى الناس بالزكاة والصدقة هم الأقارب، سواء الأقارب نسبا أو الأقارب سكنا. ولذلك بعض أهل العلم لا يجوز أن تخرج الزكاة من البلد إذا كان هناك من يستحق الزكاة، قال إذا أخرج الزكاة إلى خارج بلده
مع وجود من يستحق في بلده فإنها لا تجزئ، لكن الصحيح أنها تجزئ لكنه خلاف الأفضل. فالأفضل في الزكاة في الصدقة أن تبدأ بالأقارب، أقاربك، ولن تعدم من أقاربك من هو محتاج إلى الزكاة، من يكون فقيرا أو مسكينا أو غارما، وما أكثر الغارمين. فإن لم تجد في الأقارب فمن أهل البلد، فإن لم تجد أحدا من أهل البلد فهنا في مثل هذه الحال تدفع الزكاة إلى الأقرب فالأقرب. وذلك تبين لنا خطأ بعض الناس اليوم، يرسل غالب زكاته إلى خارج البلاد، وهذا كما ذكر بعض العلم لا يجيزه، ولكن الصواب أنه يجوز لك خلاف الأفضل. فالأفضل لك والأحوط لك أن تخرج الزكاة في بلدك وفي أقاربك، وهذا هو الشاهد لهذا الباب. قال: فأعلموا من الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على حسب، هذا قلنا المال فيه مال اللي هو نقود، وفيه بهيمة أنعام، وفي عروض تجارة، في ذهب وفضة، كلها تعتبر مال، كلها تسمى مال. المال مش فلوس، الفلوس تسمى نقود. كيف؟ لا مش تقول مالا، تخرج نقودا. نقول أي المال عام، النقود تخرج نقود، بهيمة الأنعام تخرج بهيمة الأنعام، كذا الخارج من الأرض يخرج خارج من الأرض.